السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى محمود من قناة Learn to Change وسلسلتنا How to Learn English Easily. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الإنجليش وقلنا إن الإنجليش إذا ماست محدش يقدر يستغنى عنه، وقلنا إن الإنجليش في ناس كتير بتتصور إن هو difficult، صعب، وصعب إنك أنت تمتلك اللغة دي، وقلنا إن ده غلط وقلنا أسبابه. كمان قلنا إن الإنجليش عبارة عن سكيل، مهارة. زي إيه؟ زي ركوب العجل. مين في حضراتكم بيعرف يركب عجل؟ كتير منا، اغلبنا تقريبا. طب كويس جدا. طب هو ركوب العجل وتعلم ركوب العجل كان سهل؟ لا لا، كان صعب جدا، وكتير مننا واجه مشاكل، منها ان هو دخل في الحيط، دخل في ناس ماشيه في الشارع، دخل في عربيه ركنه، العجله اتكسرت، اشترى عجله تانية، اتعور، اتخرشم. طب ايه اللي خلى لحد كل واحد مننا مثابر وبيكمل ان هو يتعلم ركوب العجل؟ لان ركوب العجل كان حاجه ممتعه بالنسبه له. كل مهارة، اتعلم البيزكس بتاعتها، الأساسيات، وكمل براكتس لغاية ما كل واحد مننا، طبعا في فروقات فردية، كل واحد مننا وصل لمهارة معينة، لكن مين اللي كمل اللي كان الموضوع بالنسبة له ممتع؟ أنت محتاج تبص للإنجليش بنفس الطريقة. الإنجليش هو سكيل محتاج منك بعض العناصر اللي تجمعها على بعض عشان تقدر توصل لدرجة الإجادة ودرجة الاحترافية في حاجة زي كده. كمان يبقى الإنجليش، انجلش دلوقتي مش از difficult، احنا هنلغي كلمة difficult وهنقول ان الانجليش از interesting، انجلش از exciting. في نقطة بقى مهمة جدا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات وحابب نتكلم عنها باستفاضة النهاردة، وهو a big challenge for most of us، cultural barriers، العوائق الثقافية. يعني ايه العوائق الثقافية؟ احنا قلنا بمنتهى البساطة ان الناس بتتعامل مع الانجليش زي الأرابيك، زي العربي، والموضوع طبعا غلط ومختلف تماما، لان دي لغه ولها ثقافه ودي لغه ولها ثقافه مختلفه. لو جيت طلبت من حضراتكم تترجموا لي كلمه help yourself، حضراتكم كلكم قلتوا ساعد نفسك. طبعا دي ترجمه حرفيه ركيكه خاطئه. help yourself مش ساعد نفسك، help yourself يعني البيت بيتك، يعني خد راحتك، اتصرف زي ما انت عايز. فبالتالي ما ينفعش انك انت تتعامل في اللغة مع الكلمات، تحبس نفسك جوه الكلمات بعيد عن المعنى اللي ورا الكلمات. لا، انت لازم تفكر في المعنى مش في الكلمات. يبقى focus on meaning not vocabulary. يبقى دي اول حاجة هتساعدك انك انت تتغلب على العوائق الثقافية، focus on meaning not vocabulary. فبالتالي تحت ضوء ده هطلب من حضراتكم ترجموا لي جملة اخبط راسك في الحيط. كلنا فكر، يعني ايه اخبط؟ هيت. يعني ايه راس؟ هيد. يعني ايه حيط؟ وول. كلنا فكر في الكلمات دي كلها او بعضها، في حين ان انا لو قلت هيت يور هيد ان ذا وول دي ترجمة خاطئة او ده تعبير خاطئ. انت كده حملت نفسك فوق طاقتها، انك انت بدأت، وده اللي بيعمله اغلبنا، ان احنا لما نيجي نتكلم انجليش نبتدي نرتب الجمل بالعربي، ونبتدي بعد كده ندور على ترجمه للكلمات دي بالانجليش. انت كده بتعمل دبل افورت، بتحمل نفسك مجهود مضاعف. انت مش جاهز انك انت تترجم، انت محتاج تفهم المعنى وتبتدي تتعامل مع المعنى اللي انت فهمته وتوصله باللغه التانيه اللي هو الانجليش في الحاله دي. فبالتالي اخبط راسك في الحيط. نفهم الاول يعني ايه اخبط راسك في الحيط بالعربي. يعني على مفخيلك اركبه، يعني الباب يفوت جمل، يعني مالكش دعوه. كل ده معناه بالعربي. طب بالانجلش يعني ايه؟ معنى مشهور جدا وكومن في كل الافلام اللي احنا بنتفرج عليها، go to hell. الله، ده احنا بنشوفها اذهب الى الجحيم. مش هقول ان دي ترجمه غلط، بس هقول ان هي ركيكه لانها مش متداوله في ثقافتنا العربيه ومنسمعهاش حتى في المسلسلات التاريخيه اللي بتتكلم باللغه العربيه. لكن الترجمه الاقرب ليها هي اغرب عن وجهي، وبنلاقيها في بعض الافلام، او go to hell يعني اعلى مفخيلك اركبه. وليها ترجمه تانية، it's none of your business، مالكش دعوه، it's none of your business، ممكن يبقى نفس الترجمه. الحاجه التانيه اللي لازم نراعي فيها الـ cultural barriers، العوائق الثقافية، الـ pronunciation. العربي ليه مخارج صوت، مخارج أصوات تختلف عن مخارج أصوات حروف اللغة الإنجليزية،
ما ينفعش ان انا اتعامل مع حروف الالفابتس بتاع اللغتين بنفس الطريقة. ده احد الاسباب اللي بيخلي كتير مننا يقع في خطأ انه ينطق البي والبي زي بعض. ايه السبب ورا ده؟ ان لغتنا العربية فيها باء واحدة فقط، فده من الكالتشرال باريرز، العوائق الثقافية. فبالتالي بنخلط بين نطق الحرفين البي والبي، ودي حاجة لازم نعالجها ولازم نسمع كويس عشان نبتدي ان احنا نتدرب عليها ونوصل للنطق الصح. دلوقتي احنا اتفقنا في الفيديو الاول ان احنا هنبدأ from scratch وهنمشي مع بعض step by step. from scratch يعني من الصفر، ولذلك انا حابب ابدأ معاكم دلوقتي من الالفابتس، الانجليش الفابتس، حروف اللغة الانجليزية، الحروف الابجدية للغة الانجليزية. فاسمحوا لي هنطق الحروف كلها ورا بعض، لان للاسف في كتير مننا بيخطئ في نطق الحروف نفسها. فهنبتدي ونقول A B C D E F. لا، انا مش هينفع اكمل وانت بتسمعني فقط، انت لازم تردد ورايا، ما تتكسفش، اسمع وردد ورايا. انا هبدأ من الاول A B C D E F G H H I J K L M N O P P Q R R S T U V W W X Y Z or Z Z or Z. لو تلاحظوا أنا نطقت الحروف، ولكن بعض الحروف أنا كررت نطقها مرتين، ودول الحروف اللي فيها common confusion عند الناس، لخبطة في نطقها. لو أنت حابب تسمع الحروف تاني هات الفيديو من الأول واسمع الحروف. طب اللي احنا سمعناه دلوقتي ده اسماء الحروف، الحروف بتتنطق ازاي، لكن مش هي دي الاسماء او هي دي الاصوات اللي احنا بنسمعها في الكلمات. يعني انا لما اجي انطق كلمة نملة انت انت الحرف اسمه اي، لكن هنا اتنطق انت. اجي انطق كلمة كتاب بوك بوك، الحرف البادئ بالكلمة هو بي، لكن انا لما جيت انطقه في الكلمه ب ب بوك ب. فبالتالي في حاجه اسمها اسم الحرف وفي حاجه اسمها صوت الحرف، ده اللي احنا بنسميه في الانجليش فناتكس، علم الصوتيات فناتكس. انا مش هينفع اعلمك الفناتكس بشكل بعلمه لحد سبيشالست، حد متخصص، ولكن انا هعلمكم الفناتكس بشكل بسيط جدا، تقدر انك انت تتعامل وتفهم الاصوات في اللغه الانجليزيه ماشيه ازاي وتبتدي تتعامل بيه. فبالتالي ده يخلينا نعرف هو في كم حرف في اللغة الإنجليزية. How many letters are in English? 26. احنا عندنا 26 حرف. طب ال 26 حرف دول زي بعض؟ لا، 26 حرف دول متقسمين إلى ثلاث مجموعات. أول مجموعة هي مجموعة الـ consonants. consonants وهي الحروف الساكنة، ودي عبارة عن 20 حرف. تاني جروب وهي الفاولز، فاولز وهي الحروف المتحركة، ودول 5 letters، خمس حروف، اللي هم A E I O U A U A E I O U A U. تالت جروب هو الواي، وهو عامل جروب وحده واسمه سيمي فاول، سيمي فاول، سيمي فاول يعني حرف شبيه بالفاولز، زي كده كازن، ابن عمهم، ولكن هو مش منهم. فبالتالي انا عندي الواي ادي واحد، وعندي الفاولز A E I O U A U ادي سته، و 20 consonants or 20 consonants. طيب اجي افكر هو انهي جروب الاقوى؟ اكيد الاكتر، اكيد الكونسونانتس، هو العقل بيقول كده ان هم اكتر. لا، الواقع بيقول ان الفاولز هي الحروف الاقوى الخمسه. ازاي؟ لان الخمسه دول عفاريت بيحصل لهم ستريتشنج وبيعملوا لنا كميه كبيره من الاصوات، منهم short vowels قصيرين، long vowels
طوال diphthongs two vowels ورا بعض three thongs ثلاثة vowels ورا بعض فبيخلقوا لي كمية كبيرة من الأصوات ولذلك هي دي المجموعة اللي احنا محبين ان احنا نتكلم عنها أكتر ونفهمها. طيب ليه برضو؟ ليه هما stronger؟ لأن لو جيت اديت لحضراتكم ثلاث أمثلة هتكلم وأقول bat bat زي ما انتم شايفين الكلمة P E T bat يعني حيوان أليف. الكلمة التانية pot pot P O T اللي اختلف بين الكلمتين الحرف اللي في النص اللي هو الفاول. فاداني كلمتين نطقين مختلفين ومعنيين مختلفين. pot يعني حلة يبقى pat pot. طب الكلمة التالتة ايه؟ put put. لو لاحظنا الكلمة هي P U T اللي اختلف برضو الفاول اللي في النص يبقى كل ما الفاول اختلف وput يعني يضع كل ما الفاول اختلف النطق اختلف والمعنى اختلف فبالتالي الفاولز حاجة سترونج جدا في اللغة. حاجة تانية لا تخلو كلمة في اللغة الإنجليزية من فاول. يعني لو في كلمة عندي من حرفين لازم واحد منهم يبقى فاول. لو في كلمة عندي من ثلاث حروف زي الثلاث كلمات اللي احنا خدناهم أمثلة دلوقتي الوسطاني بيبقى فاول لعدم التقاء ساكنين زي عندنا في اللغة العربية. Two consonants can't meet. Two consonants can't meet. لازم يبقى فيه فاول في النص. طب ما في بعض الكلمات فيها two consonants ورا بعض ولازم واحد منهم يبقى silent. لازم واحد منهم يبقى voiceless. ما يتنطقش. ما ينفعش يبقى فيه two consonants بيتنطقوا ورا بعض. طب أنا محتاج أفهم ايه هي الفاولز دي؟ الايو الاي اي اي او يو. بمنتهى البساطه لو بصيت اللغه العربيه هعرف ان الفاولز دي هي حروف المد الالف والواو والياء. هتلاقيهم نفس الاصوات اللي بيصدروها الالف والواو والياء بيصدروها الفاولز اي 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 او يو. طب انا بقى حابب ان انا اسمع كويس واتكلم والدنيا حلوه جميل جدا. تعالوا اضرب لكم مثال بسيط. لو عندنا طفل سنتين وحابين ان هو يتكلم عربي كويس عربي كويس هنعمل ايه؟ هنديله كتاب صغير ويبتدي ان هو يذاكره ويقراه فيبتدي اللغه بتاعته تتحسن ويتكلم كويس. الكلام ده منطقي؟ الكلام ده مش منطقي ابدا. طفل سنتين يقرا ازاي؟ بالظبط. وهو ده حالنا احنا كلنا بادئين دلوقتي نتعلم لغه انجليزيه واحنا عندنا سنتين. فبالتالي طفل عنده سنتين يتعلم لغه ازاي؟ من خلال السمع. اسمع كتير اسمع كتير. المهم لما تيجي تسمع تعرف انك انت تسمع ايه. في ناس كتير يجي يقولوا لك اسمع افلام اسمع اغاني. الكلام ده كويس جدا بس انت كده بدأت تسمع من قمة السلم. انت محتاج تجيب السلم من الاول. تسمع فيديوهات educational فيديوهات educational تعليمية تعلمك ازاي تتكلم لغة وازاي تنطق صح لان اللهجات في الانجليش كتيره جدا. انت محتاج تسمع اللهجه البسيطه اللي تعلمك النطق الصحيح. فبالتالي انا بنصحكم من خلال اليوتيوب ان انتوا تتفرجوا على subtitled videos. subtitled videos يعني فيديوهات مترجمه بس الترجمه هنا بالانجليش يعني اللي بيتنطق مكتوب قدام حضراتكم عشان تبتدي كمان تشوف اللغه اللي انت بتسمعها. طب ما انا بحاول ان انا اسمع بس مش بفهم حاجة. حضرتك مش مطلوب منك انك انت تفهم. انت بتيجي بعض الاحيان ابنك اللي عنده سنتين او ثلاثة فجأة يجي يكلمك فيطلع لك كلمة. الله جاب الكلمة دي منين؟ ابنك سمع الكلمة دي من اي مصدر. ممكن يكون انت نفسك من سنة او اتنين فاتوا لو هو عنده سنة او سنة ونص. بس القصة كلها انه جهاز نطقه ما كانش جاهز وقتها انه ينطقها فتخزنت عنده في ذاكرته ولما جهاز نطقه بقى جاهز انه ينطق الكلمة دي طلعت الكلمة في موقف معين. انت طفل عندك سنتين في تعلم اللغة فانت محتاج انك انت تسمع كتير جدا اولا عشان تدوب الشمع اللي سد ودانك واللي خلاك ما بتعرفش تميز بين الاصوات الصحيحة للغة. ثانيا عشان تبتدي انك انت تكتسب اللغة من native speakers متحدثين اصليين للغة native speakers. فبالتالي دوروا على subtitled videos واسمعوا واسمعوا بهدف السمع مش بهدف الفهم. لو ركزت انك انت تفهم
مش هو ده دورك دلوقتي، ولا ده اللي المفروض انت تعمله دلوقتي. انت المفروض تسمع علشان تنظف ودانك وتبتدي تعود ودانك شويه 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 على الاصوات الصحيحه للغه الانجليزيه. هو ده اللي انت المفروض تعمله دلوقتي. سعدت بيكم جدا في الفيديو، واتمنى ان احنا نكون قدمنا شيء افادكم. كملوا معانا في فيديوهاتنا وفي سلسلتنا How to Learn English Easily من قناه Learn to Change، تعلم لتتغير وتغير. معكم مصطفى محمود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.